الله وبركاته. النهاردة مع الدرس التاني من دورة السولار سيل إن شاء الله. النهاردة هنتكلم عن نظرة عامة عن السيستم وعن الدواري اللي المفروض إن احنا إن شاء الله هننفذها عملي، وبعد بعض الدواري التانية إن شاء الله. أولا ده شكل السيستم اللي المفروض إن احنا إن شاء الله هنصممه، ده بشكل عام. أولا عاوزين نبسط الشكل اللي قدامنا ده. السولار سيل ديت وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي بتديني بار عن طريقها، بسلمه للدايركت كنترولر، بعد كده بشحن منه البطارية، بعد كده البطارية دي باخد منها البار اللي فيها اوديها للكنترولر. طبعا هو مش كنترولر واحد، هو كذا، هو اتنين كنترولر، يعني هو هنا رسمها في دايرة واحدة. بعد كده بدي للكنترولر، وبعد كده بدي للأحمال اللي عندي. الاحمال اللي عندي يا اما دي سي يا اما اي سي. لو كانت دي سي بدخلها على طول، ممكن ادخلها على دي سي تو دي سي كونفرتر، بحيث ان انا ارفع الجهد الدي سي او اقلله. او لو الاحمال ديت اي سي بدخله على انفرتر. تمام، وان شاء الله هنعمل النوعين دول عملي باذن الله. طيب ايه وظيفة الكنترولر هنا؟ الكنترولر في الحالة الاولانية انا عندي في ما بين السولار سيل والبطارية في كنترولر. الكنترولر اللي ما بين السولار سيل والبطارية ليه وظيفتين اتنين. أول حاجة إن هو بيشحن البطارية. إحنا إن شاء الله هنشتغل على نوع بطاريات اللي هو الليد أسيد. الليد أسيد زي ما هو معروف بيتشحن بحاجة اسمها كونستانت كارنت تشارجر. الكونستانت كارنت تشارجر لازم يكون يتوفر فيه حاجة كمان هنا في الدوائر دي، ان هو يكون ماكسيمم باور تراكنج. يعني ايه ماكسيمم باور تراكنج؟ هنشوف ملف صغير كده هنفهم منه يعني ايه ماكسيمم باور تراكنج. لو عندي دايره بسيطه زي دي كده، عندي مصدر جهد تيار، عندي مصدر جهد مستمر، ودي المقاومه الداخليه بتاع المصدر، ودي مقاومه اللود. تمام، وجينا هنعمل تجربه صغيره جدا ان انا المقاومه الحمل هغيرها من زيرو لحد 100، من زيرو لحد 100 اوم، او من زيرو 5 10 لحد 100 اوم، وابتدي اقيس الامبير وابتدي اقيس الوات. فلو ايه، لقوا ان الدايره دي هحصل منها على اقصى باور لما يكون المقاومه اللود بتساوي المقاومه الداخليه للمصدر. ازاي؟ عن طريق التجربه دي. وجد ان لما يكون الار بي ال ب 25 والار اس ب 25 بحصل على باور اللي هي اعلى باور زي ما انتم شايفين كده في الجدول. تمام، بعد كده هنروح نشوف الكيرف ده. برضو هتلاقي هنا عند المقاومة 25 حصلت على الماكسيمم باور. طب ايه دي الدايرة دي، ايه علاقتها بالدايرة اللي انا كنت بالسيستم بتاع السولار سيل؟ اول حاجة السيستم بتاع السولار سيل اهو قدامنا اهوت، اصغره بس عشان نبقى الاتنين قدامنا. دي السولار سيل اللي هي بالظبط ال VSD، والمقاومة الداخلية للسولار سيل هي ال RS. تمام، ايه مقاومة الار ال دي؟ الار ال ديت اللي هي اللود. اللود هنا بالنسبة للسولار سيل هو البطارية. تمام، طب ازاي انا عندي البطارية ديت لما بتشحن يعني مثلا لو هي فاضية يبقى 12.2، لو هي مليانة يبقى 14 مثلا و2، فكده اللود عندي بيتغير. تمام، هنا اللود ثابت، عشان كده قلت انا هحصل على الماكسيمم باور لما الار ال تساوي الار اس. طب هنا الار ال اصلا بيتغير، يعني هنا انا عندي اللود ده متغير. فازاي ان انا اخد اقصى باور من السولار سيل مهما تغير اللود ده؟ ده وظيفة الكنترولر، ودي الدائرة العمل اللي احنا هننفذها ان شاء الله، وهتبقى كونستانت كارنت، وهنستخدم ان شاء الله الافكت سنسور عشان نقيس الكارنت والكلام ده. بعد كده السولار سيل بعد ما سلمت البطارية وشحناها كونستانت كارنت وعملنا ماكسيمم باور تراكنج، وعلى فكرة الماكسيمم باور تراكنج بيتعمل كمان ليه؟ لأن السولار سيل ذات نفسها متغيرة برضو. تمام، يعني لو مقاومة الحمل هنا مقاومة البطارية الداخلية ثابتة، تمام، إنما الفولت بتاعها متغير. هنا السولار سيل برضو متغيرة. ازاي؟ ان انا مثلا لو حطيتها في الشمس الظهر، وهي مثلا المفروض ان هي بتطلع لي 18 فولت، فهلاقيها فعلا مطلعه 18 فولت،
لو انا حاططها فعلا بالوضع المظبوط ومفيش شادو ومفيش الكلام ده، تمام، طلعتها 18 فولت. طب انا لو جيت العصر مثلا هلاقي الشمس بدأت تغيب شوية، فهلاقي السولار سيل دي مطلعانا 14 فولت، تمام، هلاقيها برضو بتطلع طيار لانها لسه جهد البطارية اقل من 14. طب مثلا لو السولار سيل بتطلع لي 11 فولت، يبقى كده السولار سيل يستحيل تشحن البطارية، لان 11 اقل من ال 12 بتوع البطارية، فعمرها ما تشحن البطارية. فانا ازاي بقى اخلي ال 11 دول برضو يشحنوا البطارية؟ دي اسمها ماكسيموم باور تراكنج، برضو ان انا في اي وقت طول النهار بسحب باور من البطارية مهما كانت حالتها. تمام كده فهمنا ايه يعني ايه ماكسيموم باور تراكنج. بعد كده هنيجي للجزء التاني، ما بين البطارية وما بين الاحمال في كنترولر. برضو الكنترولر ده يا اما حاجة من الاتنين، يا اما كونفرتر يا اما انفرتر او اي حاجة تانية، يعني ممكن يبقى درايفر لليد، درايفر للمبات ليد، درايفر لاي حاجة. فاحنا هنعمل ان شاء الله اللي هو الكونفرتر، وهنعمل الانفرتر كدرايفر للاحمال الاي سي ودرايفر للاحمال الدي سي. وفي اخر الفيديو ان شاء الله ده هوريكم بس دايرة كنت عاملها قبل كده، هي دايرة ابسط من اللي احنا هنعملها اصلا. دي دايرة انفرتر كنت عاملها قبل كده، كنت مشغل بيها 8 لونات. ده دايرة الدرايفر اللي هي ما بين البطارية وما بين الاحمال، ما بين البطارية وما بين السولار سيل في دايرة درايفر تانية، ودي ان شاء الله باذن الله هنتكلم عنها بالتفصيل، وهنعملها كونستنت كارنت، وهنعملها ماكسيمم باور تراكنج. وبكده نكون نهينا الفيديو ده اللي هو مقدمة عامة عن السيستم ككل، وان شاء الله نتقابل، او ان شاء الله يعني اشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم.